مرحبا بكم في شيتك. إذا سوني أطلقت في معرض MWC سلسلة من إصدارات Xperia. هناك أربعة أجهزة وهي Xperia Ear و Xperia Eye و Xperia Projector و Xperia Agent. هذه الأربع أجهزة، ثلاث منها هي أجهزة كونسبت أو ما زالت تحت التطوير، وهناك جهاز واحد فقط هو للإصدار وهو Xperia Ear، وهي عبارة عن قطعة تضع في الأذن وتستطيع أن تعطي المستخدم البيانات والمعلومات التي يحتاجها، سواء كان ذلك جدول أعماله أو حالة الطقس، ويستطيع التواصل معها عن طريق الأوامر الصوتية. بعد ذلك أطلقت Xperia Eye، وهي عبارة عن كاميرا ما زالت في قيد التطوير، تضع في عنق المستخدم أو في أي مكان، بحيث تقوم بتصوير اللحظات بشكل عفوي وتلتقط اللقطات له دون الحاجة إلى استخدام الكاميرا. Xperia Projector، بعد أن رأينا في السنة الماضية تجربة سوني Space UX، الآن نراها تبدأ بوضع هذا المفهوم إلى التطبيق. هنا البروجيكتر من Xperia، هذا الجهاز يعرض الصورة على أي سطح ويحوله إلى سطح تفاعلي، ويستطيع الشخص تحريك والتفاعل مع البيانات التي تظهر من هذا البروجيكتر. مفهوم Xperia Agent، وهو عبارة عن كاميرا مراقبة منزلية تقوم بالمراقبة بشكل ذكي وتتبع أي حركة تحصل داخل إطار الصورة. فمثلا لو كانت هناك دراجة وضعت، تستطيع أن تخبرها بأن تراقبها، في حال تحركت أو وقعت تقوم بإخطارك وتقوم بتصوير الحادثة لك. وهذا شيء تك. كان معكم سلطان بتياوي من برشلونة العربية.